عادل الكابتن ياسر رئيس الجهاز بقى كمان حقيقة عشان هو حابب يبارك لجماهير طبعا انت كابتن ياسر للمره الثانيه بنرحب بيك معانا، ومن حقك تفرح ومن حقنا نفرح ومن حق لعيبتك دي تفرح، ومنتظرينكم بقى ان شاء الله كمان في القاهره باذن الله يكون في احتفاليه تليق باسم النادي الاهلي وتليق باسم الانجاز اللي انتوا عملتوه يا كابتن ياسر. الحمد لله رب العالمين. ماتش النهارده كان ماتش صعب، كان عندنا اصابات امبارح، محسن جاله كسر في الكوع دي اتحطت في الجبس، فضل يقول للدكتور يتوسل الدكتور انه عايز يلعب ويكمل بعد الماتش. الحمد لله الاولاد ادوا ماتش كتير زي ما وعدنا الناس، احنا هنرجع بالبطوله ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ألف ألف مبروك، ودايما عند العهد والوعد، وكلنا في انتظاركم يعني هنا من قناة النادي الأهلي وباسم هاني رمزي وباسم قناة النادي الأهلي وبرنامج المحترف، أرجوك توصل تحياتنا ونقول مبروك لكل فرد من أفراد البعثة، وألف ألف مبروك على هذا الإنجاز. كابتن ياسر نشكرك شكرا جزيلا. يعني البطولات حلوة والنادي الأهلي بيت البطولات بصراحة، وكل خطوة النادي الأهلي بيعملها بتبقى خطوة يعني خطوة محسوبة بشكل أكتر من احترافي بشكل كبير جدا. يعني بنقول لهم مبروك، ألف مبروك رجالة، وشفتوا نموذج، يعني نموذج صغير واحد إيديه مكسورة وعايز ينزل يشارك وبيتحايل على الدكتور إنه يلعب المباراة النهائية. هي دي روح النادي الأهلي، وهو ده النادي الأهلي. الكاس قدام حضراتكم، وزي ما بقول لحضراتكم يعني دايما بنقول بنشيد طبعا بمجلس الإدارة، وده يعني مجلس الإدارة بالتبعية كل الأجهزة الفنية في النادي الأهلي بتحس بهذا القدر من المجهود، وبالتالي بتبذل أقصى ما عندها للوصول للصورة اللي حضراتكم شايفينها، صورة أعتقد بنشوفها تقريبا كل يوم أو كل أسبوع في النادي الأهلي على شاشة قناة النادي الأهلي. كاس في كرة اليد، كاس في البينج بونج، كاس في الكورة، كاس في السلة. فكل التوفيق لنادينا العظيم النادي الأهلي اللي مليان بطولات، وإن شاء الله مزيد من البطولات. إحنا جماهيرنا دايما طماعة، جماهيرنا دايما يعني طماعة للبطولة، ودايما الشاغل الأساسي ليها هي الحصول على البطولات، وده اللي بيوصل للأجهزة الفنية، ده اللي بيوصل لمجلس الإدارة، وبالتالي كمان بيوصل للاعبين. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في كل الألعاب إذا كانت جماعية أو فردية، وتحقيق مزيد من الانتصارات.